أول محطاتنا لليوم رح نحكي فيها عن مفهوم كتير صار شائع استخداماته للمراحل العمرية المبكرة، الحساب الذهني. قديش هو كتير مهم، اللي هو بيعتمد على العمليات، القيام بالعمليات الرياضية، ضرب، جمع، قسمة، طرح. وأكيد هذا الشيء بيعتمد بدون أي وسائل مساعدة، بيعتمد على التفكير الذهني، على المدارك العقلية. اليوم رشا، قديش مهم الحساب الذهني وخصوصا للأطفال بمراحل مبكرة، وقديش يمكن مهم تفعيله بالمدارس؟ أكيد ليلى، اليوم عم نحكي عن مهارة جدا مهمة، مهارة عقلية عم بتساعد الأطفال ليكونوا بمستوى جيد حتى بالمجال التعليمي ضمن المدرسة، عم تسمح لهم أنه يفكروا بحلول خارج الصندوق. اليوم عم نشوفها شائعة، والأمهات عم تروح فورا لإدخال أطفالهم إلى الحساب الذهني لحتى يرتقوا أكثر بثقافتهم وفكرهم وتعليمهم. اليوم رح نتعرف أكثر على هاي المهارة وأهم الإنجازات اللي ممكن يحصل عليها الطفل من خلالها، وبأي عمر اليوم أنا قادرة أني اليوم فعل هي المهارة عن طفلي. وظيفتنا لليوم هي المدربة إيمان حميدي، وكيلة دمشق للتعليم والإبداع في الحساب الذهني. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك. صباحك يا رب. هلا، مثل ما بنعرف هذا المصطلح أو المفهوم اللي صار كتير شائع بالفترة الأخيرة، وأهمية اليوم تعليمه للأطفال بيعتمد على المهارات العقلية، خلينا نرجع هيك نسترجع بلمحة تعريفية عن الحساب الذهني. الحساب الذهني هو عبارة عن قدرة عقلية يستخدم فيها الطفل قدرة الدماغ على الحصول على ناتج لعمليات حسابية، جمع وطرح وضرب وقسمة باستخدام الدماغ البشري بدون مستغني عن الآلة الحاسبة أو ورقة أو قلم. قادر فيها الطفل يوصل لنتيجة جمع وطرح أرقام متعددة، ومهما كانت عدد هاي الأرقام يوصل لنتيجة سريعة وصحيحة 100%. اليوم وقت بنقول حساب ذهني بنقول بحاجة دائما للتدريب المتواصل. اليوم خلينا نتعرف منك أنسي إيمان على الأدوات المستخدمة اليوم ضمن الحساب الذهني. تمام، أدواتنا بالحساب الذهني، أول شيء نحن بنعتمد على المعداد اللي هو الأباكوس. هو عبارة عن معداد، هو إطار خارجي وله أعمدة وخرزات علوية وخرزات سفلية. أنا عم بشرح لحتى يعرفوا العالم، انتشر كتير بشكل كتير كبير الحساب الذهني، بس رح بسطها للعالم ليعرفوا شو يعني حساب ذهني. هو منه طفل كمبيوتر بيجي بتعملي له السحر بصير هو طفل عبقري. هو عبارة عن تدريب متواصل لحتى نوصل لإنجاز، ولحتى يوصل للطفل لحتى تركيز عنده يصير. المعداد هو عبارة عن إطار خارجي وأعمدة، خرزات علوية وخرزات سفلية. نحن بنسقط الأعداد جمع وطرح على هي الخرزات، أحد، عشرات، طبعا مئات، ألوف للملايين. فهو قادر أنه بسبب تصميم السهل للمعداد إسقاط الأرقام على المعداد بيوصلنا لأنه نحن نعطي جواب صحيح بسرعة البرق. طب حضرتك ذكرتي أنه كثير من الأشخاص بيعتقدوا أنه هذا الشخص صار دماغه أنه كمبيوتر وبيعتمد على الذكاء، وفي كثير من الأهالي بيقولوا يمكن هذا الشيء هدول الأطفال هنن أذكياء لحتى اليوم هنن عم يقدروا يواكبوا مهارات الحساب الذهني. هل هذا الشيء صحيح؟ خلينا نحكي أكثر عن هالنقطة. لا، هل الحساب الذهني هو نحن بدنا نجيب الطفل لحتى يوصل لدرجة الذكاء اللي نحن بدنا إياها، لأنه الذكاء موجود عن كل الأطفال، ما في طفل غبي. هذا بنظر يعني أكيد. برأيي الشخصي ما في طفل غبي، هو الأطفال كلياتهم أذكياء. الفرق طفل عم يتدرب وعم بيشتغل على حاله، عم بيزيد التركيز عنده، عم بيزيد فصل الحواس عنده، عم يوصل لمهارة عقلية رائعة. وطفل ما بده يتدرب، ما بده يتمرن، ما بده يتعرف على هذا الشيء اللي بيوصله لحتى هو يتميز بموضوع الرياضيات فقط لا غير. لكن الأطفال كلياتهم أذكياء وما بيعتمد أبدا على درجة ذكاء الطفل، هو عبارة عن لكن تحفيز. بيعتمد على درجة قبول الطفل لموضوع الحساب الذهني. يعني نحن نجيب الطفل لعنا لما أنت تفهميه أنه أنت جاي لعندي ما نو شيء مفروض عليك، نحن رح نستخدم حتى اللعبة لحتى أنه توصل لمهارة، يعني لعبة بفائدة لحتى أنت توصل لمهارة رائعة تماماً كتير. وعندك فضول أنك تتعمقي فيها أكثر طبعاً. يعني طبعاً. ذكرتي الأباكوس، نحن وقت منجيب الطالب ومنبلش معه على المعداد الصف الأول، أحد، عشرات، كل خرزة بتمثل واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، والخرزة الفوقانية هي الخمسة، وإلى العشرات
التتالي، ولكن اليوم بعد هي الطريقه اليوم حتى نقدر نشوف الصوره اللي عم نشوف على الهواء، هذا الطفل عم يحسب المنتل خيال، هدول قصص، هدول تدريب. اليوم العالم تستغرب انه هذا الطفل شو عم يعمل. طيب اليوم هو عم يتخيل الخرزات كيف عم تطلع وتنزل وكيف عم يجمع وينقص، يعني قد ايه اليوم مهم تدريب على موضوع الخيال؟ اكيد نحن لنوصل لموضوع الخيال بدنا نشتغل على الطفل على الشيء الملموس لنوصل للشيء المحسوس، يعني هو بيستغني عن الأبقس لحتى يعطيني ناتج صح وفق مناهج. تمام، نحن بنبلش فيه بالعمود واحد من الأبقس كله، بنبلش بعمود واحد. نعم. بنبلش نتدرب وننمي الخيال عنده لحتى يستغني عن الأبقس ليوصل معي لنتيجة انه انا يتخيل الخرزات فهو عطاني الناتج اللي موجود معه، عطاني بصير بذاكرته العمود طبعاً. بصير بذاكرته تماما يعني طبعاً. بيطبق خيالي طبعا يعني. هو الحساب الذهني أساساً بيشتغل على تنمية الخيال والذكاء عند الطفل، تشغيل الدماغ أي دماغ الأيسر والأيمن طبعاً. تمام. طيب اليوم إذا بدنا نروح ونحكي عن الأعمار الأنسب لتعليم الحساب الذهني، في ناس بتقول إنه الأعمار كل ما كانت أبكر التعليم عن صغر أفضل، وفي ناس بتقول لا، لحتى يمكن يوصل لمرحلة المدرسة أو الابتدائية الصف الأول ممكن إنه يبلشوا بتعليمه بهذا الشيء. هلا نحن فينا نبلش بالحساب الذهني مع الطفل من بداية يتعرف على الأرقام من عمر 4 سنين لل 14 سنة. هو بلش يتعرف شو يعني أرقام، بلش بده يكتب الأرقام، فنحن بندخل فيه هون بالحساب الذهني. أنا عندي أطفال عمرهم 4 سنوات وصل للصف الثاني، هو مستوى 5، وصل للضرب، يعني بيوصل على المنهاج يعني بشكل كتير رائع. الطفل لما يفوت على الحساب الذهني بيفكر أنه هو أوف شو هذا الشيء اللي أنا بدي أعمله. نحن شو بنعمل؟ بنحبب الطفل بموضوع الحساب الذهني لحتى نخليه يعرف أنه الرياضيات شيء يعني كيف الرياضة حلوة، الرياضيات لسه رياضة ممتعة. عقلية ممتعة رائعة بتجنن. فالعمر من 4 سنوات لل 14 سنة، هون دماغ الطفل بيكون بذروة نموه وتطوره. فنحن لما عم نشتغل على تدريب الدماغ للطفل، فهو شو عم يصير عنده؟ عم بتفوت المعلومة، بتصير بذاكرة اللاوعي، يعني ببطل ينسى حتى المعلومات بالمدرسة. يعني الدرس التاريخي اللي كان ياخذ معه ساعة، الطفل اللي عم بيتدرب على طول عم بيشغل دماغه وتركيزه أكثر بياخذ معه يا دوب ربع ساعة وما حينسى. يعني مو بعد اسبوع انا بنسى بذاكرة اللاوعي. هون عم نحكي عن أحد فوائد الحساب الذهني، وهو تركيز الطفل على أي معلومة ممكن تدخل الدماغ. اليوم ما عم نحكي بس مادة رياضيات حساب وجمع وطرح، عم نحكي مهارات فكرية وعقلية اليوم الطفل حيستفاد منها من خلال الحساب الذهني. طبعاً. شو ممكن يعطي للطفل غير أنه قوة شخصية بتحسي طبعاً عنده؟ طبعاً أكيد، أولاً زيادة الذكاء والتركيز أولاً، ثانياً الطفل بصير في عنده ثقة بنفسه. أنا كطفل عم يعطوني أرقام جمع وطرح قد ما كانت ليس تعطي أرقام، هو حيعطيكي ناتج بلمحة، فهو هي الثقة بالنفس اللي وصل له حتعطي نتائج إيجابية أكثر بحياته العملية. أي إنسان واثق بحاله فهو لما يكبر حيصير حتى بالمواقف العادية حيتخذ قرار يكون صح بالوقت الصح. فنحن لما نبلش نشتغل على الطفل عم نأسس الطفلة حتصير حدا لمستقبل. طبعاً. اليوم تقدر طبعاً. تحل مشاكلها، مو تروح دائما للحلول المعتادة طبعاً. يعني طبعاً. دائما نقول انه أبداً. في مهارة انه انا حلول جديدة بحياتي طبعا بهي التدريب المهارة. الطفل لما بتصير عنده نوع من الصبر، يعني أنا بدي أتدرب وبدي أتدرب وبيعاني بدي وصل لحل، فهو تلقائيا بيعرف ما في مشكلة بالحياة إلا ما إلها حل. يعني أنا لما عانيت بمشكلة الحساب الذهني وكتير تعبت وتدربت بس هو طلع شيء كتير سهل، فهو حتى بالحياة العملية بصير هو يختار الحلول الصح بأي مشاكل. هو له فوائد بعيد، يعني بعيدا عن الأرقام الجمع والطرح، هو له فوائد نفسية فوائد تمام. عقلية كتير رائعة للطفل، بتحفز الدماغ دائما، يمكن بتساعده حتى بمراحل الدراسية. اليوم مشكلة الرياضيات أكثر الطلاب بيكرهوا الرياضيات حتى بيوصلوا لمراحل الإعدادية والثانوية وهنن عندهم عقدة من الرياضيات. اليوم يمكن الحساب الذهني بيحل كثير من هي المشكلة. اليوم الدورات التدريبية قديش هي مهمة خصوصا بفصل الصيف، لكن في بعض الأحيان أو بعض الأهالي ما عندهم قدرة أنه يحطوا أولادهم بدورات، قديش مهم هي الآلية تتفعل أو هذا المفهوم يتفعل ضمن المدارس؟ يا ريت
يا ريت هذا طلبنا اللي نحن على طول دائما بنطالب فيه، انه الحساب الذهني يكون حصه من حصص المدرسه، لانه انتم عم تشتغلوا على دماغ طفل، عم بتنموا له الذكاء، عم تنموا له قدراته، عم يزيد تركيزه، عم يعطيه ثقه بنفسه، مهاره عقليه رائعه للطفل، عم بتفيدوه اكاديميا انه هو يحفظ اكثر، عم بتحببوه بماده هي اساسيه بالعلم، البكالوريا العلمي اساسيه الرياضيات. فانا خدي سبيل المثال على جدول الضرب، نحن عندنا دورات تدريبية خاصة بجدول الضرب عن طريق اللعب والمهارة اللعب على الجدول الضرب فقط لا غير. مهارة اللعب نحن بنعطيه ألعاب تفاعلية بيحفظ جدول الضرب بكل حب، ما عاد ينساه لحتى يوصل للبكالوريا. دائما جدول الضرب انا على طول باكد على طلابي، اهم شيء جدول الضرب، جدول الضرب هو اساس الرياضيات. ايوه تماما، هو نحن عندنا كل شيء للطفل مفروض مرفوض، فنحن بنفوت فيه بحب انه هو يحب جدول الضرب. طالما حب جدول الضرب وحفظه وبصم مثل اسمه، فهو رح يساعده بالمسائل الرياضيات اللي بالمدرسه. أكيد اليوم يعني مانا كتير القصة صعبة أنه اليوم يتم طلب لوزارة التربية بإدخال الحساب الذهني ضمن المناهج الرياضية. اليوم ذكرتي الأنشطة، ودائما مثل ما بنقول أنه مادة الرياضيات كرمال يستسهل الطالب، مفروض نعمل أنشطة، نعمل مهارات جديدة خليها تكون مسلية ثقافية وعم يستفاد منها. اليوم ضمن الحساب الذهني نحن مو بس معتمدين على الأبكوس والخيال، في عنا أنشطة، في عنا التدريبات، إن كان بالبطاقات، إن كان بالكتابة بالعكس، إن كان يعني كذا قصة، يعني فصل حواس لنحن نقدر نركز أكثر. يعني خلينا نحكي على هاي النقطة وأهميتها. أهمية الألعاب كتير هي مسلية ومفيدة أكثر، أكبر جزء هو الطفل بفهمها كتسلية، هو إلها فائدة رائعة. ألعاب الذكاء إلها هادف اللي نحن عنا، بيزيد التركيز عند الطفل، بيزرع فيه روح التحدي، أنه أنا بدي فوز وأنا قادر أني فوز. هالمرة هذاك الفريق فاز أنا حفوز، هن منهم أشطر مني، بيحفزوا على التدريب. عنا ألعاب بطاقات مثل ما ذكرتي حضرتك، بنعطيه أرقام كتير كبيرة والأجوبة موجودة قدامه، بده يحسب خيال، فهو بده يجبر دماغه أنه هو يتخيل ويشتغل عليه لحتى يفوز. فنحن نضرب مثل ما بيقولوا عصفورين بحجر واحد. فصل الحواس ألعاب رائعة، اشتغلنا على أطفال وصلت مع درجة صدقاً، أنه حتى بمسابقة جبل الشيخ والقنيطرة انعرضت على التلفزيون بحضور الأهالي وبشهادة الأهل لوين وصل الطفل. وصلت معنا لعبة كانت فصل حواس رائعة، بحط الطفل بالرجل اليمين، هي عبارة عن دائرة وإلى مستطيل ودولاب، تمام؟ فبيحط رجل هون وهي الرجل ممنوع حرة، فبرجل اليمين بده يعملها بشكل عمودي، ورجل اليسار بده رجل اليمين بشكل دائري ورجل اليسار بشكل عمودي، يعني حركتين معاكستين. اليوم معناتها الدماغ اشتغل هون من الجهتين بنفس التوقيت، أنا عم بعطيه أرقام وعم بيعطيني ناتج. برافو. قدين احنا بحاجة اليوم ليلى كثير، لكن نفصل بحياتنا كلها تماما. خدي من الظروف اللي صارت على بلدنا، صار تهجرت الناس اللي سكنت بغرفة واحدة. الأطفال اللي عندها قدرة على فصل الحواسها والتركيز هي اللي طلعت بالجامعات. فصل الحواس بيفيد بكثير من الامور العمليه، يعني حتى يعني بمجال العمل. في اهالي اضطرت انها تسكن بغرفه واحده وفي عندها 4 أو 5 اطفال بالبيت، وهو يعني هو بكالوريا بده يفوت على الجامعه، هو لما هو طفل عم يشتغل على فصل الحواس، فركز بدرسه ودرس وحفظ وما اثر عليه المحيط ابدا، فهو حفظ وفهم ووصل للنتيجه اللي بده اياها. واليوم انتم هذا هدفكم يعني؟ طبعا اكيد. رغم أنه الحساب الذهني انتشر كتير بالفترة الأخيرة، إلا في أشخاص بمحيطنا اليوم أنا عم بسمعهم حكيهم أنه الحساب الذهني لا مانو، بعض الأهالي أنه ممكن يخلي الطفل يصير غبي. شوفي لوين في ناس مدى تفكيره. خلينا نحكي اليوم أهم النصائح وعن فوائد الحساب الذهني. هلا أنه الطفل يصير غبي، أنا ماني معهم بهذا الموضوع. ما في طفل غبي أصلا. تماما. اللي بصير عفوا، اللي بصير يعني بترجع للمدرب للطفل. أنا بدي اختار مدرب صح، عارفان شو يعني حساب ذهني، عارفان الطرق، عارفان الوسيله اللي بدي وصلها للطفل، وعم بشتغل بالشكل الصحيح، منه تجاري. اي شيء بمجالات حياتنا نحن، في صح ناس بتشتغل صح
وناس بتشتغل تجاري، ما بدنا ننكر هذا الموضوع وما بدنا نتخبى بخيال اصبعنا. فنحن كمدربين، انا استاذه عم تعطي او مدربه عم تعطي طفل حساب ذهني، فانا نحن كمدربين بنعرف انه انا لما اعطي طفل ارقام انا بعطيه ارقام متتاليه، بخليه يطرح الخرزات من العمود الواحد وبيضل عنده خرزات لحتى يعطيني الناتج. اما في مدربين للاسف عم ياخذوه بمنحة تجاري، انا بعطي ارقام جمع وطرح وشو بتصفر للطفل، بتصفر له طبعا بتضره، هي بتصفر له بتعطيه اخر رقمين، فممكن يكون انه هو جواب هذا الاسلوب خطا وانا ماني معه ابدا. دائما انا مع على انه تخلي له خرزات للطفل ضمن العمود ويطرح جزء من الخرزات، عدم تصفير الجواب بعدين اعطي رقمين ويكون هو جواب. تدريب كوتش إيمان اليوم انتم اسلوب يوم عندكم رساله جدا مهمه تعليميه للاطفال. بدنا نشكر حضورك لليوم، نتمنى لكم التوفيق وصباحك حلو. صباحك خير، بقيه نهار حلو لك. اكيد بنتمنى التوفيق للجميع، لك ولكل الاطفال اللي عم يتدربوا.